أهلا بكم إلى أخبار الخامسة من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان، ونبدأ النشرة بالعناوين. بتكليف من جلالة السلطان المعظم، معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة يتوجه إلى أندونيسيا لترأس وفد السلطنة في القمة الإسلامية الطارئة. سفارة السلطنة بمصر تؤكد سلامة الطلبة العمانيين وأفراد البعثة إثر انفجار سيارة قرب الملحقية الثقافية بالقاهرة. وزارة الصحة تكشف عن أول مركز متخصص لجراحات الأعصاب والأمراض الحركية في مستشفى خولة. تأثر المحافظات الشمالية للسلطنة بأخدود لمنخفض جوي ابتداء مساء يوم غد الأحد إلى يوم الجمعة المقبل. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس جون دراماني ماهاما رئيس جمهورية غانا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. أعرب فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات لفخامته وللشعب الغاني الصديق. بتكليف من المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، غادر البلاد اليوم معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المندري رئيس مجلس الدولة متوجها إلى جمهورية أندونيسيا لترأس وفد السلطنة في القمة الإسلامية الطارئة المقرر عقدها في العاصمة الأندونيسية جاكرتا يومي 6 و7 من شهر مارس الجاري. ويرافق معاليه سعادة السفير الدكتور السيد أحمد بن هلال البوسعيدي سفير السلطنة المعتمد لدى المملكة العربية السعودية ومندوبها الدائم لدى المنظمة التعاون الإسلامي، وسمو السيد السفير نزار بن الجولندا بن ماجد آل سعيد سفير السلطنة المعتمد لدى جمهورية أندونيسيا وعدد من المسؤولين. أكدت سفارة السلطنة بجمهورية مصر العربية عدم وقوع إصابات بشرية للطلبة العمانيين وأفراد البعثة إثر انفجار عبوة ناسفة أمام مقر الملحقية الثقافية ونادي طلبة السلطنة بحي المهندسين في القاهرة. وفي وقت سابق أوضح مصدر أمني مصري أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة بداية الصنع زرعت أسفل سيارة، مشيرا إلى أن الانفجار كان يستهدف ضباطا مصريين يقطنون في بناية مجاورة لمبنى الملحقية الثقافية للسلطنة. وبدوره أكد سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي سفير السلطنة المعتمد لدى مصر أن الأضرار اقتصرت على عدد من السيارات بينها سيارات تابعة للملحقية. ولمزيد حول هذه الحادثة التي وقعت اليوم تنضم معنا من القاهرة مراسلتنا سحر صبري. سحر، ما هي آخر المعلومات لديك حول هذا الانفجار، خاصة مع تضارب الأنباء بين انفجار عبوة ناسفة وانفجار خزان وقود إحدى السيارات المتوقفة في نفس المكان؟ بالفعل وقع انفجار في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت بمحيط مقر الملحقية الثقافية بسفارة السلطنة بمصر ونادي طلبة السلطنة بحي المهندسين بالجيزة. انتقلت على الفور فرق الأمن والبحث الجنائي للمنطقة وأرجعت الحادث لعبوة ناسفة بدائية الصنع زرعت أسفل إحدى السيارات بالشارع، مما أدى إلى تدمير عدد من السيارات المملوكة للمواطنين من سكان المنطقة. أكد المسؤولون أيضا في مصر أن هذا الحادث أو هذا الانفجار لم يستهدف مبنى الملحقية الثقافية، ولكنه وقع في الجهة المقابلة استهدافا لبعض أفراد الشرطة لسكان المنطقة، ولا يوجد أي أضرار أو إصابات بشرية على الإطلاق، كما أن المبنى مبنى الملحقية الثقافية كان خاليا تماما من طلبة السلطنة، حتى أن السيارات التي أتلفت لم تخص الطلبة أو طلبة السلطنة ولكن كانت مملوكة لسكان المنطقة. وقامت أجهزة الأمن بعمل كردون أمني وتمشيط المنطقة، وأكدت أنها خالية من وجود
اي مفرقعات، وتقوم جهات التحقيق في هذه اللحظات باستكمال التحقيق للتعرف على ملابسات الحادث، وهذا ما سنتعرف عليه خلال الساعات القادمه. يعني لكن مثل هذه الحوادث سحر ليست معتاده ربما في مناطق تقع فيها مقار دبلوماسيه. طيب ماذا عن الاصابات الماديه التي وقعت؟ لم توجد اي اصابات ماديه على الاطلاق، حتى اننا اجرينا حديث مع طلبه السلطنه بالقاهره واطمأننا تماما على صحتهم وحالتهم المعنويه، وايضا لم يتكبدوا اي خسائر ماديه سواء في الطيارات او حتى في مبنى الملحقيه ونادي اعضاء الطلبه او نادي الطلبه بالقاهره. نعم، هل لديك معلومات عن تواصل السفاره مع الطلبه العمانيين الدارسين في مصر؟ بالفعل تواصلت السفارة بقيادة السفير مع الطلبة العمانيين بالقاهرة واطمأنوا على سلامتهم، وأيضا أجرينا حوار مع الملحقية الثقافية ومع المسؤولة عن الملحقية الثقافية بالقاهرة، وأيضا أجرينا حديث معها وطمأنت الشعب العماني على صحة الطلبة العمانيين وأنه لا توجد أي خسائر أيا كانت في الأرواح أو أيا كانت خسائر حتى مادية. نعم، مراسلتنا من القاهرة سحر الصبري، شكرا جزيلا لك. بمشاركة 300 مختص من مختلف التخصصات الطبية و14 متحدثا دوليا، انطلق بمسقط المؤتمر الدولي الأول لأمراض السكري والغدد الصماء لدى الأطفال. المؤتمر الذي تستمر فعاليته على مدى يومين يناقش عدد من أوراق العمل حول أعراض أمراض السكري والغدد الصماء لدى الأطفال والوقاية منها وطرق علاجها. أمراض السكري والغدد الصماء لدى الأطفال في تزايد مستمر، أمر يؤرق هؤلاء الأطباء، والمؤتمر هذا لمناقشة هذا الموضوع. هناك أطفال في السلطنة أصيبوا بالسكري قبل عمر 6 أشهر، وهذا شيء مقلق جدا. هناك دراسات بينت أن زيادة الوزن عند الأمهات أثناء الحمل يؤثر سلبا على الأطفال بما فيها حدوث السكري. لذا أكرر دائما رجاء كل الرجاء الاهتمام بالصحة، وذلك باتباع نمط غذائي صحي أولا، النشاط البدني ثانيا، الابتعاد عما هو يعني مضر بالصحة كالتدخين والممارسات غير الصحية. 14 متحدثا من مختلف الدول في هذا المؤتمر، وأوراق العمل المطروحة تناقش اضطرابات النمو والغدد الورقية والاضطرابات الوراثية لنشاط هرمون الغدة. في اليوم الأول سوف يكون معنا ما يقارب 15 ورقة علمية يناقشها الخبراء والمختصين بذلك، وقد استقطبنا المتحدثين كلهم في مجال تخصصه من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ومن مصر، ومعنا من منطقة الخليج العربي من الكويت والسعودية ودولة الإمارات. وإما أن أصاب الطفل نقص فقل لديه هرمون وفير يسمى نقص هرمون النمو، وركز إنه أمر خطير. المؤتمر يهدف بمجمله إلى تطوير ودعم الموارد البشرية في مهنة طب الأطفال للسكري والغدد الصماء لضمان تقديم أفضل وأرقى الخدمات الصحية لأفراد المجتمع. تشير آخر أحصائيات الفيدرالية الدولية أن أمراض السكري والغدد الصماء لدى الأطفال في تزايد كبير، وخاصة في دول الخليج العربي، ما يستدعي الوقوف الفعلي للتصدي لهذه الظاهرة التي أصبحت تؤرق الأطباء هنا في هذا المؤتمر. إبراهيم بن سالم الهادي من فندق كراون بلازا مسقط. كشفت وزارة الصحة عن قرب افتتاح مركز علم الأعصاب في مستشفى خولة، والذي سيعنى بجراحات الأعصاب والأمراض الحركية. جاء ذلك خلال انطلاق أعمال المؤتمر السنوي للرابطة العمانية لجراحة المخ والأعصاب بصلالة، الذي يهدف في نسخته الثامنة إلى التعرف على أحدث المستجدات العلاجية في مجال المخ والأعصاب. إن للسلطنة دور كبير في القطاع جراحة المخ والأعصاب، والحمد لله سوف ينتقل تطوير مهارات المشاركين عن طريق عرض أحدث التطورات في مجال جراحة المخ والأعصاب وعلاج الأورام الدماغية ورفع كفاءة العاملين في هذا المجال، كانت أهم أهداف المؤتمر السنوي الثامن للرابطة العمانية
لجراحة المخ والأعصاب. وقد شارك في هذا المؤتمر مجموعة من المختصين من مستشفيات السلطنة المختلفة، وتم عرض تجارب أقسام المخ والأعصاب في كل مستشفى. هناك الكثير مما يفتخر به من حيث الإنجازات في مجال جراحة المخ والأعصاب في مسقط، ولكن كذلك تم إضافة هذه الخدمة في مستشفى السلطان قابوس في صلالة، وكذلك في مستشفى صحار. وهناك الكثير من العمليات التي تجرى، وسيشهد هذا الفرع من الطب انطلاقة كبيرة إن شاء الله قريبا، نتيجة جمع جراحة الأعصاب وعلم الأعصاب في مكان واحد في مسقط في مستشفى خولة. سيكون مركز علم الأعصاب، وسيشهد انطلاقة كبيرة في مجال جراحات الصرع وجراحات الأمراض الحركية بإذن الله. كما تم التطرق خلال المؤتمر لعمليات استئصال الأورام والعيوب الخلقية بالجمجمة، وتفريغ النزيف الدموي بالمخ، وأحدث الأجهزة والأساليب لمثل هذه العمليات. نتائجنا لله الحمد هي تعتبر من الأفضل، وبعض العمليات اللي قمنا بها ونشرت في الجمعية في المجلة الطبية كانت الأولى على مستوى العالم للطريقة التي تقدم أو تعمل بها الجراحة بهذه الطريقة، والآن تعتبر هذا مرجع عالمي للطريقة الحديثة للجراحات، وخاصة لتسكير الشرايين تمدد الشرايين الدماغية. ويتناول هذا المؤتمر آخر التطورات العلاجية في مجال جراحة المخ والأعصاب وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال. سالم زعبنوت المهري، محافظة ظفار. تشير آخر تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة إلى تأثر السلطنة بأخدود لمنخفض جوي، وأوضح المركز أنه من المحتمل تشكل سحب محلية رعدية ماطرة على جبال الحجر مساء يوم غد، وتكون مستمرة وواسعة الانتشار ابتداء من يوم الاثنين وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل على المحافظات الشمالية للسلطنة، حيث من المحتمل هطول أمطار مستمرة ومتفاوتة الغزارة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح نشطة وتساقط لحبات البرد وجريان الأودية على محافظات مسقط ومسندم والبريمي والظاهرة وشمال وجنوب الباطنة والداخلية وشمال وجنوب الشرقية وأجزاء من محافظة الوسطى. ومن المحتمل أن يكون البحر متوسطا إلى هائج الموج على سواحل محافظة مسندم وسواحل بحر عمان، ويصل أقصى ارتفاع للموج مترين إلى 3 أمتار. وتهيب الهيئة العامة للطيران المدني بالمواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر عند هطول الأمطار وجريان الأودية والتأكد من حالته قبل ارتياده ومتابعة النشرات الجوية الصادرة عنها. حصدت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم جائزة المواقع الإلكترونية، وذلك في المؤتمر الدولي 14 للمناطق الاقتصادية. تأتي الجائزة نظرا لما يتميز به موقع الهيئة الإلكتروني من ثراء في المعلومات، بالإضافة إلى التحديث المستمر للأخبار والمناقصات وتوفير المواد الفيلمية والمطبوعات، ما ساهم في استقطاب المستثمرين. المؤتمر الذي أقيم في العاصمة التايلاندية بانكوك شهد مشاركة 21 دولة، وناقش خلال أيام انعقاده جملة من المواضيع منها الاتجاهات الاقتصادية العالمية وجدوى الاستثمار في المناطق الحرة، بالإضافة إلى علاقة الاستثمار الأجنبي بنمو وتطور المناطق الحرة. فترتنا الإخبارية مستمرة من تلفزيون سلطنة عمان، تتابعونا فيها بعد الفاصل. بعد 3 أيام تخللتها أنشطة متنوعة، مخيم الكشافة البريطانية لما وراء البحار يختتم فعالياته بولاية صنعاء.
مشاركة أكثر من 150 مختصا في مجال طب النساء والولادة من مختلف المؤسسات الصحية بالسلطنة. نظمت الرابطة العمانية للطب النساء والولادة بالتعاون مع المستشفى السلطاني المؤتمر العلمي الثاني حول الأساسيات المنطقية لمراقبة نبض قلب الجنين، وذلك في قاعة المؤتمرات الرئيسية بمستشفى السلطاني. الأخطاء الطبية واردة، وثمة أخطاء كثيرة كانت تحدث بسبب سوء في قراءة التخطيط والذي يتعلق بصحة الجنين والأم، ويتسبب في أخطاء طبية جسيمة يدفع ثمنها الأم والجنين على السواء. عليه ارتأى المستشفى السلطاني في استضافة المؤتمر العلمي الثاني حول الأساسيات المنطقية لمراقبة نبض الجنين وبمشاركة 150 مختصاً. الهدف الرئيسي هو تحسين تخطيط قلب الجنين أثناء الولادة، لأنه وفي آخر 40 سنة توصل الأطباء إلى أنه إذا لم يتم تخطيط قلب الجنين أثناء الولادة بالطريقة الصحيحة سيؤدي إلى التأثير السلبي على مخ الجنين وربما موته، أو إنه قد يؤدي إلى زيادة العمليات القيصرية. الهدف الأساسي من هذه الورشة هو تعريفهم كيفية قراءة تخطيط القلب أثناء الولادة، لأنه هذا بينعكس إيجابيا على صحة الأم وعلى صحة الجنين. المؤتمر ضم كوكبة من الأطباء المختصين في مجال طب النساء والولادة من مختلف المؤسسات الصحية بالسلطنة في قاعة المؤتمرات الرئيسية بالمستشفى السلطاني. يتمحور هذا المؤتمر حول الأساليب المتطورة والحديثة في تخطيط قلب الجنين وكيفية التعامل مع الجنين والأم أثناء الولادة. الفائدة العظيمة الأكثر وهي كيفية قراءة تخطيط الجنين مع مراعاة فسيولوجيات الجنين أثناء الولادة، لأنه كل جنين يختلف عن الآخر، حيث أن بعض الأجنة لهم القدرة على تحمل ضغوطات الولادة أكثر من الأجنة الآخرين. المؤتمر هدف إلى التعريف والتأكيد بأهمية الفحوصات التي تمكن الكادر الطبي من الاستدلال بسلامة الجنين وباستخدام تقنية تخطيط قلب الجنين في فترة الحمل والولادة. المؤتمر يتطرق على أشياء دقيقة كثيرة في أثناء التخطيط، ومنها تخطيط قلب الجنين وما يحدث له أثناء الولادة، سواء كان من نقص أكسجين أو سواء كان يعني التخطيط صحي كامل. طبعا هذا يساعدنا في تفادي الولادات بأطفال معاقين لسبب وجود نقص في الأكسجين أثناء الولادة أو عدم وجود مراقبة جيدة أثناء الولادة. كذلك ركز المؤتمر إلى ضرورة تحليل التوازن ما بين مستوى الحموضة والقاعدة في دم الجنين والمؤشرات الحيوية الدالة على جودة وظائف المشيمة وتغذية الجنين المناسبة في فترة الحمل، ويعرف هذا التخطيط باسم CTG. بعد أن شهد حركة أدبية وعلمية يختتم معرض مسقط الدولي للكتاب اليوم فعالياته، والذي شهد إقامة العديد من الندوات المتخصصة وتدشين عدد من الإصدارات المحلية. دخل معرض مسقط الدولي للكتاب العد التنازلي لختام 10 أيام من المحاضرات والجلسات والندوات الحوارية الفكرية وعرض مئات الآلاف من الكتب. المعرض شهد إطلاق إصدارات عمانية أدبية وعلمية وأخرى متخصصة، بينها أول مجلة للأطفال تعنى بالطفل العماني تقدم له المعلومات والمعارف بثوب جميل. وتزامن مع إطلاق هذه الكتب جلسات توقيع كانت فرصة للقراء للالتقاء بكتابهم المفضلين وجها لوجه. شجرة توت لتغطي عورة سيدة بوريقة، جملة من الندوات والجلسات النقاشية واستعراض الدراسات العلمية وقراءة في أدبيات عالمية وأخرى محلية شهدتها أيام المعرض، وشهد على مدار أيام انعقاده حركة شرائية واسعة من قبل الزوار، إذ خصصت اللجنة الرئيسية أياما لطلاب المدارس والكليات وأخرى عائلية أتاحت للجميع أخذ معارفهم من الكتب بكل أريحية. وحصل المعرض على إشادة من الناشرين والقراء والحضور على المساحة الواسعة من الحرية التي حظي بها، إذ أكدت وزارة الإعلام على أنها لم تمنع أي كتاب وصل إلى المعرض.
وبالتزامن مع أيام انعقاد استحوذ المعرض على تغطية إعلامية واسعة من قبل الصحف المحلية والعالمية، وأفردت له مساحات سمعية ومرئية أحاطت بكل تفاصيله، وقدمت للمهتمين أدق جزئياته، واستعرضت ما حواه من مستوى فكري وإنتاج ثقافي وحركة أدبية. بعد سنوات من إنهاء دراستهم، عاد خريجو وخريجات السنوات الماضية بالكلية التقنية بعبري إلى الالتقاء ببعضهم في ملتقى الخريجين الذي نظمته الكلية. سعى الملتقى لنقل تجارب وخبرات الخريجين إلى بعضهم البعض، إضافة إلى عرض الإنجازات والتحديات التي واجهها الخريجون لتكون مثالا لباقي طلاب الكلية. وسط مزيج من مشاعر الفرحة والحنين، تلتقي أميمة بزملائها الخريجين والخريجات لأول مرة بعد مضي أعوام في ملتقى الخريجين بالكلية التقنية بعبري. طبعا هو شعور جميل ولفتة طيبة جدا أن نلتقي بعد سنوات طويلة، يعني أنك تجتمع بأشخاص أنت درست معهم لسنوات طويلة وأيضا لهيئة تدريسية وإدارية، فهذا أمر جدا جميل ولفتة جدا رائعة. التحقنا بسوق العمل وفي طلبة ما زالوا يكملوا دراستهم العليا، فهو شيء طيب أن نتعرف على خبرتهم في الحياة، يعني الأشياء اللي حدثت لهم بعد التخرج. تضمن برنامج ملتقى الخريجين فقرات ترفيهية وعروض مرئية وحلقات نقاشية في أجواء تناغم فيها لحن طموحهم مع إيقاع إنجازهم، ليحكي الملتقى بذلك فرحة خريج. نلتقي بزملائي خريجين من كلية تقنية بعبري بعد فترة طويلة اللي شق يعني طريق القطاع العام أو القطاع الخاص. الهدف الرئيسي من هذا الملتقى هو الاستفادة من خبرات هؤلاء الخريجين، يعني أصبحوا الآن ناس موظفين عاملين ما شاء الله، عندهم مناصب عالية في الدولة وفي الأماكن الإدارية والفنية والمهنية، فحبينا نستفيد من بعضهم البعض ويفيدوا زملائهم الخريجين اللي ما محصلين فرص عمل حتى الآن. يستهدف الملتقى الخريجين من دفعة 2008 وحتى دفعة 2015، منتهزين الفرصة لتبادل خبراتهم ومعارفهم والاستفادة من تجارب الذين شقوا طريقهم بنجاح في سوق العمل. ما بين فرحة لقاء وفخر تخرج، سطر الملتقى اليوم حكايات الخريجين والخريجات ممن امتطوا صهوة الكفاح ليلحقوا بركب من سبقهم ويساهموا في بناء هذا الوطن الغالي ودفع عجلة تنميته. جواهر بنت حمد العبرية من الكلية التقنية بولاية عبري. في إطار الاحتفال بالأسبوع الخليجي للمستهلك، بحثت حلقة نقاشية في محافظة الداخلية سبل تعزيز ووعي المستهلك والدور الرقابي والتوعوي الذي تقوم به مختلف الجهات ذات العلاقة بحماية المستهلك، حيث أشرفت دائرة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية على تنظيم هذه الحلقة. الأسبوع الخليجي للمستهلك رأت فيه إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية مناسبة لتعزيز الوعي وإبراز دورها في حماية المستهلكين، وذلك بالتعاون مع مختلف القطاعات ذات العلاقة. شيء مدروك من جميع المواطنين والمقيمين بالدور الرائع والفعال في للهيئة في حماية المستهلك، ولما سرني هذا التجانس بين الوزارات ومقدمي الخدمات لما يخص المستهلك بشكل عام. الهدف طبعا من الحلقة النقاشية هو تعزيز التعاون المشترك بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بحماية المستهلك. الهدف الآخر هو أيضا إزالة اللبس الحاصل حاليا بسبب الاعتقاد بتداخل الاختصاصات، وهو في الحقيقة هي أعمال ومهام محددة للجهات المشاركة. جهات حكومية متعددة تسهم بشكل مباشر في حماية المستهلك جنبا إلى جنب مع الدور الذي تقوم به الهيئة، كان لها حضورا فاعلا في الجلسة النقاشية التي ركزت على الكثير من الجوانب التكاملية بين مختلف القطاعات. هذا الملتقى
يعرف المجتمع ويبث الوعي في أفراد المجتمع عما تقدمه وزارة الزراعة ووزارات الأخرى وما لها من دور مهم في حماية في دائما احنا نصب في حماية المستهلك. تكلمت عن العقوبات الغرامات اللي صارت بالقانون سلامة الغذاء اللي هو 2/2010، صار في تغيير في الغرامات اللي تفرض على المنشآت المخالفة، كانت سابقا لا تتعدى 300 ريال، أصبحت الآن بقانون سلامة الغذاء الجديد تصل لحد 10,000 ريال عماني، ما ممكن يكون السجن لمدة سنة في حالة تكرار الغرامة بإحدى العقوبتين. الحلقة النقاشية خرجت بتوصيات ستعمل مختلف الوحدات والجهات الحكومية بمحافظة الداخلية على تفعيلها بصورة أوسع لتعزيز حماية المستهلك وتحقيق المصلحة العامة بما ينسجم مع القوانين واللوائح التي تنظم حماية المستهلكين. سعيد بن ذيب الهنائي، محافظة الداخلية، ولاية نزوة. اختتمت بمخيم السلطان قابوس الكشفي بملدة بولاية المصنعة فعاليات وأنشطة مخيم الكشافة البريطانية لما وراء البحار الذي نظمته الكشافة البريطانية في منطقة الشرق الأوسط بالتعاون مع المديرية العامة للكشافة والمرشدات على مدى 3 أيام. بعد 3 أيام متواصلة شهد خلالها العديد من المناشط والبرامج الكشفية والاجتماعية والبيئية والرياضية والرحلات الترفيهية والمسابقات المتنوعة، ها هو مخيم الكشافة البريطانية لما وراء البحار في منطقة الشرق الأوسط يختتم فعالياته بمخيم السلطان قابوس الكشفي في الملدة بولاية المصنعة. هذا المخيم الكشفي مهم للغاية لتعليم الأطفال الاعتماد على أنفسهم، وعملنا لهم عدة فعاليات في هذا المخيم منها الطبخ ونصب المخيمات، ونحن سعداء لوجودنا في سلطنة عمان. لما شاركنا بهذا المخيم إنه تعلمنا كيف نشتغل مع بعض وتعلمنا كيف نساعد بعض. تبادل الخبرات والمعارف والمهارات الكشفية وزيادة التواصل فيما بين الكشافة المشاركين فيه من أبرز أهداف هذا المخيم. بنتعاون كتير واكتشفنا عن الوادي في عمان والطبيعة حاجات كتيرة جميلة. وأنا استفدت من هذا المخيم إنه تقدر تشتغل مع الشخص الثاني اللي لسه قبله، وتقدر يعني تقابل ناس كتيرة جديدة، وتكشيف الواد وإنه اكتشفنا الوادي وجمالة بلد عمان. شارك في هذا المخيم أكثر من 400 مشارك من الكشافة بالمدارس البريطانية في منطقة الشرق الأوسط. وهكذا احتضنت السلطنة فعاليات هذا المخيم الكشفي البريطاني هذا العام على أن يقام في العام القادم في أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. عبد الله بن خلفان الرمضاني من مخيم السلطان قابوس الكشفي ولاية المصنعة محافظة جنوب الباطنة. في إطار الشراكة الحقيقية والمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص في تقديم الخدمات اللوجستية للمجتمع، افتتحت في ولاية مرباط قاعة خدمية تقدم تسهيلات للمسنين الذين تشرف عليهم الجمعية العمانية لأصدقاء المسنين. تخصيص قاعة مجهزة لمختلف المناسبات تعد البادرة الأولى في ولاية مرباط في تقديم التسهيلات اللوجستية للجمعية العمانية لأصدقاء المسنين في دعم وتنفيذ أنشطة المسنين في الولاية. راح تقدم هذه القاعة خدمات لوجستية لفريق محافظة ظفار التابع للجمعية العمانية لأصدقاء المسنين في توفير مكان مجهز لتنفيذ أنشطة وفعاليات فريق المحافظة، سواء كانت هذه الاجتماعات أو ورش عمل أو ملتقيات لكبار السن في الولاية. ما في شك أنه وجود مثل هذه القاعة المجهزة بالكثير من الإمكانيات والدعم اللوجستي سوف تساهم في نشاط جمعية أصدقاء المسنين الذين سيجدون في هذه القاعة مقرا لهم، وسيجدون الكثير من الخدمات التي تعينهم على أداء مهمهم. وما في شك أنه هذه أيضا تساعد في كثير من توفير كثير من الخدمات لولاية مرباط. اليوم وهذا الاحتفال
هنا مجموعة من المسنين أتوا في مناسبة افتتاح القاعة ليتعرفوا على ما سوف يقدم لهم من دعم معنوي يعزز التفاعل الإيجابي بين المسنين في المجال الديني والثقافي والاجتماعي والترفيهي. كنا في الماضي إذا حصل أي عمل ما أو ندوة أو لقاء مع المسنين فقد يحتار الواحد في الموقع المناسب الذي قد يؤدي الغرض بالناس هذولا ويكون قريب منهم في وسط مدينتهم ووسط منطقتهم. ولله الحمد هذه القاعة الحين ستقوم بهذا الدور على الوجه الأكمل، ستقام فيها ندوات ولقاءات للمسنين وأنشطتهم الاجتماعية وبعض اللقاءات الذي ممكن أن يقوموا فيها بعدة أنشطة. وجود هذه القاعة سوف يسهم كثيرا في لقاءات واجتماعات كبار السن هنا في ولاية مرباط. محمد بخيت الشحري، محافظ الظفار. غرسا للقيم ومبادئ الأخلاق القرآنية في نفوس الناشئة وترسيخا للسلوك المعتدل في ظل العولمة والتقنية الحديثة، اختتمت في ولاية الخابورة بمحافظة شمال الباطنة مسابقة حفظ القرآن الكريم والتي تنظمها وزارة التربية والتعليم. تلاوات بالتجويد لكتاب الله يرتلها صغار السن من الجنسين تنبئ عن المستوى الذي وصل إليه المشاركون في مسابقة حفظ القرآن الكريم والتي نظمتها وزارة التربية والتعليم. المسابقة جاءت بهدف تعويد الطلاب على القيم والأخلاق الرفيعة التي جاء القرآن الكريم ليؤكدها في نفوس جميع المسلمين بل للبشرية جمعاء، وأيضا توجيه الطلاب إلى الاهتمام بالقرآن الكريم كونه كتاب الله سبحانه وتعالى والدستور الخالد لهذه الأمة. مستوى التحصيل والدراسي فقد ارتفع كثيرا في أثناء مسابقتي في تلك السنة التي بدأت فيها أحفظ القرآن الكريم، ارتفع بشكل كبير وكذلك نلت احتراما وتقديرا من جميع أفراد المجتمع. اشتملت المسابقة التي شارك فيها 97 من الطلبة والطالبات من الأول وحتى الثاني عشر على عدة مستويات، وبعد 5 شهور من التنافس جاء الاحتفاء بهم في ولاية الخابورة بحضور أولياء الأمور تشجيعا لغيرهم على التمسك بكتاب الله. عشان أحفظ القرآن الكريم أكتب الآيات أكثر من مرة وأعيد أكتب وأكتب لين ينتسخن في راسي أحفظهم. القرآن الكريم له يعني هو عظيم ويجعل في النفس طمأنينة، يعني هو اللي هدانا إلى الصراط المستقيم ومن خلاله عرفنا يعني أشياء كثيرة بفضله ما كنا لولا وجوده نعرفها. تهدف المسابقة إلى تنشئة جيل حافظ لكتاب الله ومتدبر لمعانيه وملتزم بالقيم القرآنية في تعامله مع الآخرين، الأمر الذي يعزز المسار الصحيح للتربية العلمية والفكرية والأدبية لديهم. ويسعى القائمون على هذه المسابقة إلى تنشئة الجيل على كتاب الله حفظا وتلاوة وتدبرا وفهما لمعانيه، لا سيما في ظل العولمة والتأثيرات السلبية لوسائل التقنية الحديثة. منصور بن ناصر السعدي، ولاية الخابورة، بمحافظة شمال الباطنة. جمال طبيعي تنفرد به ولاية دمى والطائيين بمحافظة شمال الشرقية بعد هطول الأمطار وسيلان الأودية. التقرير التالي يعكس مشهد من المناظر الجمالية في بعض قرى الولاية. ما أن توقفت الأمطار عن الانهمار حتى تدفقت الأودية على ولاية دمى والطائين لتبدأ صباح اليوم التالي بنسائم الهواء العليل. تدفق بهيج لمياه الوادي، شلالات عذبة وبرك مائية رحبة. أطفال يمرحون منذ استيقاظهم على هذه الأجواء الخصبة، ونشاط يعلو همم الفلاحين في مزارعهم الخضراء.
تناسق جميل بين الواحات الخضراء وانسيابية الماء، إنها لوحة الجمال الطبيعي بإبداع الخالق. لا تزال الأجواء هنا تبشر بغيث السماء، فالأرض باتت تتوشح بثوب الصفاء. وجعلنا من الماء كل شيء حي، هدوء وسكينة، جو بارد لطيف، ومياه تنحدر بانسيابية عذبة. أحمد بن محمد المعمري من ولاية ديما والطائين، محافظة شمال الشرقية. في ختام النشرة تذكير بأهم العناوين. بتكليف من جلالة السلطان المعظم معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة، يتوجه إلى إندونيسيا لترأس وفد السلطنة في القمة الإسلامية الطارئة. سفارة السلطنة بمصر تؤكد سلامة الطلبة العمانيين وأفراد البعثة إثر انفجار سيارة قرب الملحقية الثقافية بالقاهرة. وزارة الصحة تكشف عن أول مركز متخصص لجراحات الأعصاب والأمراض الحركية في مستشفى خولة. تأثر المحافظات الشمالية للسلطنة بإقدود لمنخفض جوي ابتداء من مساء يوم غد الأحد إلى يوم الجمعة المقبل. في ختام النشرة هذه تحيات فريق العمل في مركز الأخبار، إلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة مشاهدين الكرام. آخر صور جوية توضح أن تواجد بعض السحب في أجواء شمال السلطنة، بعض الأمطار كانت حاضرة بشكل متفرق على أجزاء من بعض المناطق الجبلية هناك في محافظة مسندم وأيضا في أقصى شمال محافظة شمال الباطنة، وأيضا تنتشر بعض السحب حاليا على سواحل بحر عمان وأجزاء من المناطق الجبلية جبال الحجر بشكل متفرق. إلى تفاصيل الأجواء لقادم ساعات من هذه الليلة، في مسقط تتواجد بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة عند مطلع العشرينات، كذلك والحال بالنسبة لأجواء محافظة جنوب الباطنة، والصغرى هناك تصل إلى 18 درجة على المناطق الجبلية، 20 درجة صغرى الليلة في شمال الباطنة مع بعض السحب المتفرقة وأجواء غائمة إلى غائمة جزئيا في أرجاء محافظة مسندم، والصغرى تصل إلى 19 درجة، 18 درجة صغرى الليلة في البريمي مع بعض السحب المتفرقة، و16 درجة في أرجاء محافظة الظهرة مع تواجد كذلك بعض السحب. أجواء غائمة جزئيا على المناطق الجبلية في محافظة الداخلية، وتنتشر بعض السحب على المناطق المجاورة لجبال الحجر خلال ساعات هذه الليلة، ودرجة الحرارة تصل إلى 3 درجات في قمم الجبال و19 درجة في المناطق المجاورة لجبال الحجر، 20 درجة صغرى الليلة في أرجاء محافظة شمال الشرقية ضمن أجواء أيضا غائمة جزئيا مساء، وكذلك والحال بالنسبة لسواحل محافظة جنوب الشرقية، تنتشر فيها السحب بشكل متفرق، والصغرى تصل إلى 18 درجة على السواحل المطلة على بحر العرب، 21 صغرى الليل على سواحل الوسطى و19 درجة على المناطق الصحراوية مع تواجد بعض السحب، معظمها سحب عالية ومتوسطة. كذلك والحال بالنسبة لأجواء محافظة ظفار مع ظهور أيضا بعض السحب المنخفضة أحيانا
ودرجات الحرارة عند مطلع العشرينات. بحر هادئ لمتوسط الموج على الساحل الجنوب الشرقي للبلاد، يصل أقصى ارتفاعا له متر ونصف المتر مع هبوب رياح جنوبية نشطت السرعات تصل سرعات إلى 15 عقدة. هذه الموج على سواحل محافظة مسندم مع رياح مطيرة اتجاه خفيفة السرعة، وكذلك على سواحل بحر عمان. أجواء طيبة نتمناها لكم دائما، نلتقيكم مجددا في العاشرة مساء، تفاصيل أكثر عن الحالة الجوية المرتقبة على أجواء السلطنة. دمتم بخير وإلى اللقاء.